بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي اينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابه والعطله اللذيذه ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس بكم اعزائي المشاهدين ولقاء منتصف الليل مستعدين وموافقين نطلع اخر الليل بس بشرط ان جمهور الاهلي يكون فرحان وتكون دايما وابدا الانتصارات للاهلي ان شاء الله العطله اللذيذه اه طبعا احنا جايين قالوا لنا ايه مش هنشتغل من عشرة هنشتغل من 11 عشان الباسكت اه جاهزين قالوا لنا لا هنتاخر ايه شويه عشان الباسكت اه ف وكان يعني قابلنا كل هذا بترحاب وسعاده لان الباسكت كسب ولما الاهلي يكسب نطلع خمس دقايق نبقى مبسوطين صحيح